بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة، الإخوة والأخوات الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلاً ومرحباً بكم في مركز عيسى الثقافي في محاضرتنا لهذه الليلة بعنوان الأمن والتعايش، المفهوم والمنهج، التي يقدمها لنا ضيف البلاد مولانا فضل الرحمن، عضو البرلمان الباكستاني، رئيس لجنة كشمير ورئيس حزب جمعية علماء الإسلام بجمهورية باكستان. وتستعرض المحاضرة التي تقام بالتعاون مع الجمعية البحرينية للتسامح وتعايش الأديان أسس التعايش السلمي في نطاقات الأمن والاستقرار الفكري والاجتماعي على المستويين الداخلي والخارجي، حيث يعتبر الفضل الرحمن أحد المؤثرين في السياسة الإقليمية من خلال دوره الإيجابي تجاه القضايا العربية والإسلامية، خصوصاً موقفه الداعم لعملية عاصفة الحزم. والآن أترك المجال للدكتورة أمل الجودر، أمين سر الجمعية البحرينية للتسامح وتعايش الأديان، لإدارة الجلسة الافتتاحية، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، باسمي واسم رئيس وأعضاء جمعية تعايش أحييكم أطيب تحية، وأرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الأمسية الجميلة على أرض البحرين الحبيبة، أرض الحضارات وواحة التعايش والتسامح، وجزيرة المحبة والخلود، أرض دلمون. أيها الحفل الكريم، إن جمعية تعايش ثمرة من ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله، فقد أبصرت النور من قلب الدار البحرينية، أنشأها أساتذة من ذوي الاختصاص، وكأنها إنشاء واحة حوار حقيقي كما هي البحرين الكبيرة التي تعمل على التقدم والنجاح في مختلف المجالات والاتجاهات. هذه الجمعية مخصصة لإسهام الأديان السماوية في نشر التعايش والتسامح والسلام والتنمية البشرية، وتعزيز تقبل الرأي الآخر والعيش المشترك. جمعية التعايش تعمل على ربط الجسور ومد قنوات التواصل بين كل الأديان لبناء عالم المواطنة والمساواة والتأكيد على الحقوق والواجبات. يتطلب التعايش همة من الجميع والعمل بجد وعزم لأجل كل مكونات المجتمع، حيث لا يستثنى أحد من المحبة والانتماء. التعايش وتسامح الأديان هو شعار واحد، هدف واحد، وهو أديان من أجل السلام. ومن هذا المنطلق تأتي استضافة مولانا فضل الله الرحمن، رئيس حزب جمعية علماء الإسلام ورئيس لجنة كشمير بجمهورية باكستان، ليحدثنا في هذه الأمسية حول موضوع الأمن والتعايش، فلنرحب به جميعاً ولندعوه إلى هذه المحاضرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
إنني أولاً أشكر الله سبحانه وتعالى حيث وفقني لأن ألتقي بكم في هذه الأمسية المباركة ومع هذا الحفل الكريم المبارك على وجه هذا البلد الطيب، بلد الأمن والتعايش السلمي، بلد الحضارات العريقة والتسامح الديني، بلد العطاء والسخاء، وبلد الدين والعلم والثقافة المتنوعة. ثم أقدم شكري إلى مقام حضرة عاهد البلاد المفدى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء المؤقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، حيث بذلوا كل الجهود لتوفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين على حد سواء. ثم أشكر من صميم قلبي لأسرة جمعية البحرين لتسامح وتعايش الأديان الكريمة على استضافتي لهذا الحفل المبارك وتوفير الفرصة لزيارة هذا البلد الطيب العزيز الغالي لدينا. كما أقدم شكري إلى الحفل الحضور وخاصة الشكر الجزيل إلى سعادة الشيخ يوسف بوذبون حفظه الله تعالى. أيها الشعب البحريني الغيور، إن الأمن والأمان أغلى المطالب وأنفسها وأهم الضرورات وأعظمها، فبالأمن تصان النفوس والأديان وتحفظ الأموال والأعراض والأنساب وتقام الحضارات وتتطور الدول وتهاب وتتحقق مقاصدها، فتحقيق الأمن للبشرية من أعظم وظائف الرسل والأنبياء ومن أهم مقاصد الكتب. الأمن والأمان هما عماد كل جهد تنموي وهدف مرتقب لكل المجتمعات على اختلاف مشاربها، وفي ظلهما تحلو العبادة ويصير النوم سباتاً والطعام هنيئاً والشراب مريئاً. إخوة العقيدة والإيمان، إن تحقيق الأمن لا يقتصر نفعه وفائدته على عمارة الدنيا وصلاحها، بل لا تستقيم العبادة ويكتمل نظامها إلا باستتباب الأمن وظهوره. فالصلاة التي هي عمود الدين وقوامه لا تكتمل إلا بالأمن. قال الله تعالى: فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ففقدان الأمن سبب في نقص العبادات واختلال كمالها، ولذا قدم الله الأمن على الرزق في مقام الطلب والدعاء، حينما دعا إبراهيم عليه السلام لهذا البقاع الأمنة والأماكن المقدسة، وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقد فعل الله ذلك شرعاً وقدراً كقوله تعالى: ومن دخله كان آمناً، وقوله: أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. أيها الإخوة في الله، جاء الإسلام ديناً قويماً وصراطاً مستقيماً بنظام شامل ودين كامل صالح لكل زمان ومكان، حققت من خلافه الحياة الهادئة التي يطمح إليها الناس في كل زمان ومكان. ومن أعظم الأوامر التي جاء بها حفظ الضرورات الخمس المهمة
التي أجمع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام على حفظهم وعلى حفظها وبيان أهميتها ووجوب رعايتها والمحافظة عليها، وهي حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل. فهذه الأمور هي قوام حياة الناس، وحفظها صلاح أحوال الناس، وبالتفريط فيها وإهمالها فساد الكون. واضطراب الأمور ونشوء القلق والفوضى والانحلال. لقد أقام الإسلام كل الضمانات اللازمة والسبل المختلفة التي تحفظ الضرورات الخمس، فرتب الوعيد الشديد والعقاب الأليم والجزاء الأكيد على كل من كان سبباً في ضياعها. ولقد تساهل بعض الناس في الدماء المعصومة واجترأوا على هتك هذا الستر المنيع، وهي عند الله تعالى عظيمة. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً. ووقف صلى الله عليه وسلم وهو يودع الأمة في المجتمع العظيم يوم عرفة قائلاً: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم حرام. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم أعادها مرارا، ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم هل بلغت؟ مرارا. قال: يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: والله إنها لوصية إلى ربه عز وجل. ثم قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها صفق الدم الحرام بغير حله. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، يقول: يا رب، هذا قتلني حتى يدينه من العفو. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. ولقد أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم التعددية الدينية في الوثيقة بأن للمسلمين دينهم ولغيرهم دينهم، ولكنهم جميعا أمة واحدة في السياسة والقانون. ولم تتوقف المدينة وهي تضع دستورا عظيما سيبني عليه المسلمون دساتيرهم على الفروع والجزيئات والأحكام الظنية أو التفصيلية والاجتهادية، والتي شأنها شأن الفتوى، تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. إنما راعت المقاصد العليا للشريعة الإسلامية التي تحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وعقولهم وأولادهم وأموالهم، والتي ما إن تحققت في مجتمع أو أمة إلا وأنعم الله على أهلها بالأمن والأمان والاستقرار. فالإسلام يدعو إلى التعايش والتماسك بين طوائف المجتمع والبناء على الأسس المشترك ونبذ العنف والفتنة بين رعايا الدولة. قال تعالى: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فقد جعل سبحانه التعددية سببا دافعا للتعارف والتواصل لا للتصارع والتقاطع. يقول سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله
وهو أعلم بالمهتدين، فأمر عز وجل بدعوة الآخرين إلى سبيل الرشاد بالكلمة الحكيمة التي تستنير بها العقول، وبالموعظة الحسنة التي تهتز لها القلوب. وإذا تطلب الأمر الجدال وإذا تطلب الأمر الجدال لإظهار الحق فليكن بالتي هي أحسن حتى لا يؤول إلى التعصب الأعمى والبغضاء. فنظام الدولة في النسق الإسلامي يأمن فيها أصحاب الديانات السماوية على حريتهم التامة في البقاء على عقائدهم وشعائرهم، كما أثبت ذلك التاريخ الطويل لتعايشهم مع المسلمين على مر العصور في الأوطان الإسلامية. وضرب الله لنا مثلاً يحتذي في الدعوة إلى البناء على المشترك المتفق عليه، فيقول سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وتطبيقاً لأسس الاتحاد على المشتركات بصورة علمية نجد نموذجاً لذلك في قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن إلى آخر الآية. وبين سبحانه وتعالى أن التعايش السلمي الذي مبناه المودة والعدالة هو الفطرة التي تنزع إليها الطبيعة المؤمن ولا تتعارض مع الدين. فيقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولعل وثيقة المدينة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسست للعيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد على اختلاف عقائدهم، بعيداً عن التعصب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية. وبيّنت الأسس والمبادئ الحاكمة للدولة، وكان مبدأ التعايش من أول هذه المبادئ التي نصت عليها الوثيقة، فلم تعرف الإنسانية قبلها نصاً مثله في التأسيس للعيش المشترك بين أبناء أمة واحدة رغم اختلاف صفوفهم. ولقد تجلى فيها مبدأ التعددية وقبول الآخر المختلف حتى في الدين والعرق والثقافة. ثم إنكم أيها الإخوة العرب الفضلاء تعيشون بفضل الله وكرمه في نعم لا تعد ولا تحصى وآلاء لا تحصر ولا تستقصى. من أعظمها نعمة القيادة الحكيمة الرشيدة التي لم تأل جهداً في غيصال سبل العيش الرغيد والأمن الوافر والسعادة التامة لكل مواطن بل لكل مقيم على هذا البلد الطيب الصديق العزيز الغالي. ولذا أنتم محسودون على هذه النعم، ولا بد لكم من استشعار أهميتها والحفاظ عليها وأداء ما به تحفظ وتصان، بمحاربة كل فكر ضال ومبدأ دخيل يزعزع أمن هذا البلد ويخلخل وحدته ويوقع العداوة والبغضاء بينكم. لأن قوة القيادة وهيبة الدولة والتواصي والتعاون فيما يحقق ذلك من مقاصد شرعنا الحنيف، إذ هو تجسيد للجماعة والإمامة في واقع الدولة وتطبيق للأحكام المتعلقة في بذلك من البيعة وحفظ الحقوق. وهذا ما أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع عليه صحابته في كل آن وفي مواطن الفطن وأيام المتغيرات والمحن. لأن بالسلطان يقام الدين، فمهمته الأساسية حراسة الدين وسياسة الدنيا. ولهذا فعلينا نحن المسلمين الشعب أن نطبق وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: واسمعوا وأن استعمل عليكم أو أمر عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة. وقوله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المخرج من الفتن
والعاصم من الانحراف والوقوع في الخلل أن نلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامعة لمن رام النجاة. أيها الإخوة في الله، إنكم تتمتعون في هذا البلد المبارك بنعمة الأمن والرخاء، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم هذه النعم في كل وقت من الأوقات. أي أزمة تتجه إلى دول الخليج وإلى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، فإن حكومة باكستان وعلمائها وشعبها سيكونون معكم ويشعرون هذه الأزمات. ليس عليكم وحيدة، بل علينا جميعا. وإن شاء الله سيكون موقفنا واضحا بينا كما كانت في السنوات الماضية، ونرجو منكم أيها الأحباء أن تستجعروا وتتعاونوا فيما يجري من المشاكل والأزمات، وخاصة قضية كشمير المسلمة وقضية فلسطين الشقيقة وقضية الإرهاب التي تواجه الباكستان منذ عدة سنوات. وللحفاظ على التعايش والأمن والتسامح الذي تحظى به مملكة البحرين، لا بد من نشر ثقافة التسامح بين الناس وثقافة قبول الآخر بكل رحابة صدر، ونبذ العنف والكراهية والتطرف والتعصب من جميع الجهات في البلد، وترسيخ ثقافة الحوار بين الأديان والحضارات والثقافات، والدعوة إلى التعايش السلمي بغض النظر عن الانتماء الديني أو العرقي أو الفكري، وغرس روح الانتماء والوفاء وحب الوطن في أبناء وبنات البلد. وأخيراً أكرر شكري للقيادة الرشيدة ولشعب البحرين الوفي ولرئيس جميع أعضاء جمعية البحرين لتسامح وتعايش الأديان، وللحضور الكرام، دمتم في رعاية الله وجزاكم الله خيراً، وأسأله سبحانه وتعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان على هذا البلد المبارك، وأن يوفق شعبه للتعايش السلمي والتسامح والتعاضد والتآزر والتساند فيما بينهم تحت القيادة الرفيقة الرحيمة الحكيمة، إنه تعالى سميع مجيب. هذا، وصلى الله على نبينا محمد أفضل البرية، وعلى آله وصحابته وأزواجه وذرياته وعلماء أمته ورواة حديثه ومن دعا بدعوته واتبع سبيله إلى يوم الدين. نشكر مولانا فضل الرحمن على محاضرته الملهمة. والآن يتفضل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، نائب رئيس مجلس الأمناء، المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي، بتكريم الضيف الكريم تقديراً لجهوده في خدمة القضايا المشتركة. كما يتفضل الأستاذ يوسف بوزبون، رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية للتسامح وتعايش الأديان، بتكريم الضيف على دوره في خدمة قضايا التسامح. وقبل أن نختتم معكم هذه المحاضرة، يسر الجمعية البحرينية للتسامح وتعايش الأديان أن تمنح الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة العضوية الفخرية في الجمعية، وذلك لدعمه مسيرة التسامح والتعايش بين مختلف الفئات في المجتمع.